السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ أشرة تكونون بخير وصحة وعافية يا ربي. وياكم زينب سالم، استاجر كلية طب الكندي. اليوم راح نرجع نكمل وياكم سلسلة محاضرات الميديكال بيولوجي الخاصة بكليتكم. اليوم راح نحكي عن موضوع الهيومن كروموسومز، موضوع جدا مهم وبنفس الوقت حلو، يراد نركز بيه شوية وإن شاء الله يا ربي نحفظه منواجه اي مشكلة بي. بالبداية خلينا نعرف شنو الاوبجكتيفز مالتنا مال هاي المحاضرة. انا شنو هدفي اليوم، شنو اللي اريد افهمه من هذه المحاضرة؟ اول شيء to understand the definition and terminology of the human chromosome، حتعرف التعريف وشنو معنى كلمة كروموسوم، شنو اقصد بيها بالضبط. كذلك to learn the morphological structure of the human DNA، أريد أشوف أني المورفولوجي مالته شكله شنو، هذا من شنو دا يتكون بالضبط، هم إن شاء الله نعرفه اليوم. And explain to explain how chromatin formed and its level of organization، حتى نعرف شنو يعني كروماتين وشنو يعني كروماتيد وشون دا يكونوني الكروموسوم. And also to differentiate between euchromatin and heterochromatin، هذا ما حيكون هدفنا اليوم، هم راح نعرف شلون أفرق بينهم. And also to describe the features sex of to describe the features of the sex chromosome، هم راح أعرف شنو شنو features ما characteristics مالتها. The nucleus of the human cell contain the genetic material that's necessary to direct all the function of the body، وإحنا كنا نعرف إنه النواة الموجودة داخل الخلية الموجودة بجسم الإنسان، هذه النواة هي تحتوي على المادة الوراثية، هي اللي تحتوي على الـ DNA of the human being، تمام؟ فهذه المادة الوراثية راح يصير بيها فد arrangement بطريقة ما لحد ما تكون الكروموسومز، أوكي؟ which are the structures that assist in the transmission of the genetic information from one generation to the next. وهنعرف كل الزين إنه هذه المادة الوراثية اللي هي الـ DNA هي اللي راح تنقل المعلومات والصفات الوراثية من جيل إلى جيل الذي يليه وهكذا. And the instruction in each chromosome are contained within gene، هذه التوجيهات مثلا الجينات المسؤولة، مادة وراثية المسؤولة عن نقل مثلا شنو، عن نقل صفة الطول أو عن لون العين، هذه كلها تنخزن على شكل genes which in turn composed of the DNA. النهاية تكون المادة الوراثية تكون موجودة ضمن الجينات، تمام؟ وهذه الجينات هي اللي composed of تتكون من DNA. زين، هسه خلينا نبدي كإنترودكشن بسيط عن الكروموسومز. إحنا بجسم الإنسان عندنا 46 كروموسوم مترتب على شكل أزواج، 23 pairs يعني 23 زوج، أوكي؟ 22 of these chromosomes pairs are called autosome. Autosome يعني خلايا موجودة بالميل بالفيميل، أوكي؟ إذن ال 22 كروموسوم موجودة على شكل pairs ونسميه الأوتوزوم. إذا أحد سألني شنو يعني أوتوزوم؟ أوتوزوم هي عبارة عن كروموسومات موجودة بالميل بالفيميل، يعني نوت سكس كروموسوم، لا موجودة بالطرفين، نسميها الأوتوزوم. One pair of chromosomes called sex chromosome، وزوج من هاي الكروموسومات احنا قلنا 22 زوج نسميه أوتوزوم، والبير اللي بقى هو sex chromosome because this pair contain the genes that control the gender. هذا البير اللي بقى بي جينات، هذه الجينات اللي راح تسوي فد كنترول للجندر مالتنا، تحدد هذا شنو، هل هو ميل هل هو فيميل. الميل هاف سكس كروموسوم اكس اند واي، واحنا تعرفون كل زين هو اكس واي الميل. اند ذا فيميل عندها السكس كروموسوم هو 2X كروموسوم يعني XX، so XY يعني male و XX يعني female. اوكي،
ناو ذا كروموسوم ني مين جتي اصل تسمية الكروموسوم named from the Greek word من اللغة اليونانية الإغريقية كروما يعني color والسوم يعني body فصار كروموسوم were discovered in the 19th century اكتشفوا هذا الكروموسوم إيش وقت بالقرن التاسع عشر الكروموسوم أوكي شلون اكتشفوا على شكل شنو thread like structure مثل الخيط شبيه بالخيط شبهوه مثل الخيوط اوكي in the nucleus of the eukaryotic cells موجود هذا الثريد لايك ستراكشر بالنواة مال الخلايا حقيقية النواة بالايوكاريوت يعني الخلايا مال human being مالتنا زين that become visible as the cells to begin to divide إذا وين مكان هذا الكروموسوم؟ هذا الكروموسوم موجود ضمن النواة مال الخلايا وراح يظهر لي وراح يبين واضح أكثر لما الخلية تحدث بها الانقسامات. زين. Each human cell contain about 2 meters of the DNA. يعني خلية الإنسان الخلية الوحدة تخيلوا الخلية الوحدة بها مترين. من DNA. زين إذا هاي الخلية إذا هاي الخلية بيها مترين من DNA وبس النيوكليوس مال السيل هي 5 إلى 8 مايكرومتر قطرها تخيلوا قطرها شقد 5 إلى 8 مايكرومتر وهذا DNA مترتين زين هذا شون يعني شون مكفي شون قاعد هسه راح نعرف شون يقول لي إن بالإيوكاريوتيك سيلز بالخلايا حقيقية النواة Very long double-stranded DNA molecule are packed into chromosome. إذن هذا الكروموسوم دي يتكون من أو هذه double-stranded DNA مترتبة أو مصفوطة ضمن الكروموسومات. The complex task of packing DNA is accomplished by a specialized protein that bind to and fold the DNA. تمام؟ generating a series of coils and loops that provide an increasingly higher level of organization and prevent DNA from being tangled, from being unmanaged. يعني موجود مرتب في الطريقة ما يتخربط بيها أبد. شون من هذا الكلام ده يقول لي إنه DNA أو الكروموسوم أوكي الDNA دي يكون ملفوف حول بروتينات وأنا شرحت لكم بمحاضرات سابقة قلت لكم شبوها مثل الطوبة اللي ملتف عليها الحبل تذكرون فهذا الأشرطة مع الDNA هذه تكون هي طويلة كلش دي تكون ملفوفة حول بروتينات حول الهستونز احنا نسميها هستون أوكي فينلف ينلف ينلف بهذه الطريقة وبطريقة تكون منظمة جداً ما تخلي لا يتشابك ولا يتشربك ولا يصير بي أي شيء أوكي Amazingly the DNA is compacted in a way that allows it to remain accessible to all enzymes and all proteins that replicate it, repair it and control the expression of its genes دي يقول لي إنه في الطريقة مدهشة سبحان الله إنه هذا DNA لما نترتب بهذا الترتيب والتفهيش حول بروتينات بقى مرتب في الطريقة بحيث كل الإنزيمات تشوفه كل البروتينات تشوفه البروتينات والإنزيمات اللازمة لعملية التضاعف مالته عملية الإصلاح عملية التعبير الجيني كلش واضح يعني مو تتخيلون إنه هو ملفف في الطريقة بحيث متشربك وأكو أجزاء منه من بينه أو أجزاء منه لا يمكن الوصول إليها لا مترتب فالطريقة جدا نقدر نقول عليها طريقة هندسية منتظمة جدا أوكي هسه نجي نحكي عن الكروموسوم مورفولوجي عن شكله شنو هو شلون يتكون At time of cell division each chromosome can be seen to consist of two identical strands known as chromatids or sister chromatid which are the result of the DNA replication that take place during S phase of the cell cycle. حلو.
تذكرون محاضرة السيل سايكل من قلنا احنا عندنا الميتوسيس وعند عندنا اول شيء انترفيز بعدين يبدي الميتوسيس؟ تذكرون من قلنا بالانترفيز عندنا فيد فيز، عندنا جي 1 والاس فيز والجي 2؟ قلنا بالاس فيز اللي يصير عندنا هو الدي ان اي ريبليكيشن. اذا الكروموسوم او الدي ان اي ريبليكيشن دي تصير تمام تحدث وين؟ بالاس فيز of the interphase of the cell cycle. دي يتكون من two chromatids طلاب، يتكون من two chromatids وحدة يعني وحدة بصف الثاني أو يسميها احنا sister chromatids الأخوات لأنهم يعني متشابهين. sister chromatid these sister chromatid can be seen to be joined at a primary construction known as centromere. ما أدري أنا أقدر أشير لكم لو لا، يمكن ما أقدر ما أعرف ليش. المهم هذول سيستر كروماتيد اللي هم هياتهم بالصورة موجودين، واحدة واقف بصف اللخ اللي مثل شكل الإكس، أكو فشي دي يربطهم من الوسط، هذا اللي دي يربطهم إحنا نسميه سنترومير. زين هذا شنو السنترومير؟ هذا عبارة عن several hundred kilo bases، يتكون من قواعد نيتروجينية كثيرة اللي هي kilo bases of the repetitive DNA and they help in the movement of the chromosome during cell division. هذا سنترومير يتكون من kilo bases، وهاي kilo bases تساعد بعملية الحركة الخاصة بالـ DNA خلال عملية الانقسام الخلوي. أوكي each centromere، هذا centromere اللي هو بالوسط اللي هو دي يعني دي يربط له two sister chromatid، هنا جاي يقول لي each centromere divide the chromosome into short and long arm. مباوع بالصورة انه هذا بالنص centromere دي يفصل لي او دي يقسم لي الكروموسوم، نقدر نقول الى ذراع قصيرة الى short arm وإلى ذراع طويلة تمام long arm. short arm من هي؟ نرمز لها بالبي، بي بتيت، مختصر بتيت، بتيت يعني شيء صغير تمام. فنبوع بالصورة باعوا لي هذا البي بي arm، شوفوا وين مأشر هذا short arm يعني كروموسوم بي، نقدر نقول مثل الذراع. بي short arm نسميها البي arm البتيت، وبي long arm أو q arm اللي هي جاية من g يعني مختصريها من grand فشي كبير. فباعوا ال q arm، شوفوا وين مؤشرة هذا الذراع الطويلة اللي جوا والذراع القصيرة اللي فوق، القصيرة p والطويلة شنو q arm. the position of the centromere is variable. البوزيشن مال سنترومير يعني مختلف من كروموسوم الى كروموسوم اخر. and thus كروموسوم could be acrocentric، ممكن الكروموسوم يصير مكان السنترومير طرفي تقريبا، فاحنا نسميه acrocentric. شوفوا شلون يعني ما متوسط، سوري يعني ما ماخذ مكان الوسط بهذه التو سيستر كروماتيد، لا شوي صاعد لي فوق فنسميناه acrocentric. الاكروسنتريك يكون موجود بالكروموسوم 13 14 15 21 22 بالواي كروموسوم، ذولا نوع الكروموسوم بيهم كله اكروسنتريك. او ممكن يكون سب ميتاسنتريك. السب ميتاسنتريك يعني تقريبا هيجي قسم ليها بطريقه بحيث البي ارم صارت شورتر ذان اوكي الكيو ارم، او عندنا هذا وين سب ميتاسنتريك موجود بالكروموسوم من 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 والاكس كروموسوم، ذول نحفظهم يعني طلاب، ذول انواعهم كلها شنو سب ميتاسنتريك او ميتاسنتريك اللي هو هذا الكروموسوم هياته. اوكي الميتاسنتريك كروموسوم هذا موجود بالكروموسوم رقم 1 و3 بجسم الانسان، 1 و3 و16 و19 و20. فقسمناها هذه التقسيمات، طبعا هاي تحفظوها كل كروموسوم وشنو نوعه according to the position of the centromere.
قسمناهن هيجي على حسب شنو مكان السنترومير وين دي يصير، بالوسط شوية صاعد لي فوق طرفي لو لا هيجي. الترجمة الحرفية ما راح تفيدكم كلش، بس انه هو هنشوف الشكل ونحفظ موقع السنترومير وين صاير. اوكي the tip of each chromosome، الطرف مال كل كروموسوم راح نسميه تلومير. اوكي اذا احنا مثلا اذا شفنا فد كروموسوم ومؤشر لي على الطرف مالته ودي يقول لي هذا طبعا احنا شارحين محاضرات سابقه طلاب ذكر التلومير اللي هو جزء الطرفي مال الكروموسوم، صحيح؟ فهو هي هنا بالصوره باعوا هذا التلومير التيب اوف ذا كروموسوم. اوكي تلومير play a crucial role in sealing the end of chromosome، هو يحافظ على انه هو يعني يربط لي الاند مال الكروموسوم، يحافظ عليها تمام and maintain their structural integrity، يعني يحافظ على الستركتشر مالتها على الهيكليه مالتها، يسوي لها فد نوع من الحمايه نقدر نقول تمام. هذا كله من هو شغل مال منو مال تلومير، واحنا حاكين عدم محاضرات سابقة. يغلق يعني شلون احنا نقول السيلينج ومينتينينج ذا ستراكشر انتجريتي، مثلا الاند مال الكروموسوم يغلقها بطريقة محكمة يحافظ عليها تمام، فهي وظيفة التلومير. تلومير هاف بين هايلي كونزيرفد ثرو اوت ذا ايفولوشن ان هيومن، they consist many tandem repeats، ممكن السيكونس مالته مال هذا التلومير يكون تي تي اي جي جي جي، هذا منو سيكونس اوف ذا تلومير تمام. هسه حنجي نحكي عن الاورجنايزيشن ليفل اوف كروموسوم ستراكشر، شلون دي يصير عمليه تنظيم هذا الكروموسوم، شلون دي يترتب داخل نيوكليوس اوف ذا يوكاريوتيك سيلز. The protein that bind to DNA تمام to form eukaryotic chromosome are traditionally divided into two general classes، عندنا هيستون ونون هيستون بروتين. دي يقول لي البروتين هذا اللي يربط او هو ينطي الدعم للدي ان اي الموجود بالنيوكلياس مال eukaryotic cells ينقسم الى نوعين، يا اما هيستون نسميه هيستون أو نون هيستون. أوكي the complex of histone and non-histone protein with nuclear DNA is called كروماتين. إذن الكروماتين إذا أحد قال لي شنو كروماتين، هو عبارة عن DNA ويا بروتين. مثلا DNA شوفوا طلاب هسه هذا تشوفون شلون الكروماتين الهيستون بروتين اللي هو مثل الطوبه ونلف عليه الدي ان اي الحبل، شوفوا شلون سميناه كروماتين. هذا الكروماتين هو اللي كون لي كروماتين بصف كروماتين بصف كروماتين، كون لي السيستر كروماتيد، سيستر كروماتيد بصف سيستر كروماتيد سوت لي الكروموسوم. اوكي ف يقول لي الهيستون بروتين فورم ذا باك بون اراوند وش دي ان اي ستراند از رابد، يعني هو الباك بون اللي دي يكون اللي دي يخلي هذا الدي ان اي يلتف حول هذا البروتين اللي هو الهيستون حتى يكون لي الكروماتين. يعني شلون الباك بون هو العمود الفقري، هو الجزء الاكبر الجزء الاساسي is the fundamental protein in the DNA تمام، يعني الدي ان اي بدونه يضيع لان يعني هو اللي يلتف عليه حوله حتى يصير هذا الارانجمنت المرتب. هذا منو الهيستون protein، while non-histone protein present all the enzyme and other protein that are directly associated with DNA. أما non-histone protein فتمثل لي أي protein أو أي enzyme بالبودي يساعد لي بعملية replication, gene expression, etc. The first and most fundamental level of chromatin packing is called nucleosome. تمام؟ فهنا دا يقول لي إنه الأكثر جزء او ليفل اساسي بالكروماتين بترتيب الكروماتين هو البيزك ستراكشر يونت اوف ذا دي ان اي باكينج او باكجينج هو النيوكليوسوم، هو هياته لما نترتب هيجي الدي ان اي
ويا الهيستون سميناه نيوكليوسوم. تمام زين. ايش نيوكليوسوم؟ هذا نيوكليوسوم من شنو دا يتكون؟ consist of DNA coiled around core of 8 histone protein. يعني النيوكليوسوم هو عبارة عن DNA ملفوف حول 8 بروتينات من نوع الهيستون. فلما DNA يلتف حول 8 histone protein راح نسميه شنو؟ نسميه احنا اوكتامير، يعني بي 8 بارتس. هذا راح نسميه نيوكليوسوم. حلو. These protein are composed of two molecules of each of the histone. بي عدة molecules two molecules sorry H2A H2B H3 and H4. زين. A series of adjacent nucleosome can be seen in the electron microscope. يعني اقدر من احطه تحت المجهر الالكتروني اشوف فد سيريز اوف بيدز، فد شكل نسميه احنا بيدز اون سترينج وذ 50 الى 80 اوف لينكر دي ان اي سبريتنج ايتش بيد. يعني لما انا احطه على الميكروسكوب راح اشوف فد شكل جدا مميز نسميه احنا البيد اون سترينج، مثل الخرز يعني اللي صايره على شكل مثل السبحه هيجي. هاي اذا احطه تحت الالكترون مايكروسكوب راح يكون جدا واضح. زين. The nucleosome are further packed on top of one another. راح يرجع النيوكليوسوم يتصفط واحد بصف الاخ to generate a more compact structure known as chromatin fiber. هاي النيوكليوسوم حترجع تصفط وتترتب، فالطريقة حتتكون لي الكروماتين فايبر اللي هي 30 نانومتر بالقطر مالتها. The additional packing إذا رجعوا صفطوا مر يعني ترتيب إضافي packing of the nucleosome into chromatin fiber depend on the fifth histone called histone 1 which is thought to pull adjacent nucleosome together into regular repeating array. هنا دا يقول لي انه لما يصير additional packing بالاضافة للباكينج السابق تمام حتى يكون لي الكروماتين فايبر. هذا راح يعتمد على شنو؟ حيعتمد على الهيستون رقم حيعتمد على الهيستون الخامس احنا نسميه H1، لانه هذا اعتقدوا او بالدراسات لاحظوا انه هذا هو المسؤول عن البولينج اللي هو يسحب الادجيسد نيوكليوسوم ويخليها واحدة بصف اللخف بطريقة منتظمة. تمام. And the chromatin fibers is folded into series of loops and that these loops are further condensed to produce interface chromatin. تمام. يعني راح اتصفط وحده بصف لوك لحد ما تكون لي الكروماتين. Finally this compact string of loops is thought to undergo at least one more level of packing to form mitotic chromosome at time of the cell division. من تنقسم الخلية راح تسوي لي فد كروموسومات قابلة للانقسام. هذه الصورة توضح لي شلون الدي ان اي بالبداية هو عبارة عن دبل هيليكس. تمام. وراها صار عندنا الكروماتين اللي هو شنو؟ اللي هو عبارة عن هيستون وملفوف عليه دي ان اي، وشبهناه مثل الطوبة الملفوف عليها حبل. وراها صار هذا الباكج مال نيوكليوسوم اللي هو البيزك يونت اوف ذا دي ان اي. عاد وراها متصفطوا هنا انا هو ينطيني الميتوتيك كروموسوم شلون ترتب بطريقة الكروموسوم اللي هو قابل للانقسام. تمام. سمينا الميتوتيك لحد ما تكونت لي الكروماتيد وصارت تحدت ويا سيستر كروماتيد اخرى عن طريقة سنترومير وصار هذا الشكل المورفولوجيكال فيتشر اوف كروموسوم. زين. The regulation of the chromosome structure. The DNA in cells carry enormous amount of coded information, and cells must be able to get to this information as needed. إذا الDNA الموجود داخل الخلايا بكمية جدا كبيرة من المعلومات الوراثية، تمام، وهذه الخلايا لازم تكون هي قادرة حتى تستعمل هذه المعلومات وقت الحاجة مالتها.
A cells can alter its chromatin structure to expose localized region of DNA and allow access to specific protein and the protein complex particularly involved in the gene expression and in the DNA replication and repair. يعني هي الخلية تقدر تغير الستركشر مال الكروماتين مالتها على حسب احتياجها. ممكن تخلي تسمح البروتينات مثلا تدخل بعملية الريبليكيشن او عملية الريبير، تمام، مثل ما شرحنا بالمحاضرات السابقة، او بالجين اكسبريشن، على حسب. هذا كله يتبع الخلية على حسب حاجة الخلية. اوكي، ايوكاريوتيك سيلز have several ways to adjust the local structure of the chromatin rapidly. يعني هذه الخلايا اللي هي الايوكاريوتس، الخلايا حقيقية النواة، عندها طرق جدا جدا عديدة حتى تنظم الستركتشر مال الكروماتين بصورة سريعة، مثل ما تعلمنا بالمحاضرات السابقة بعملية الروبير مثلا، إذا خلال الدي ان اي ريبليكيشن صار عندنا فد ايرور، أو مثلا صار فد انكودينج خاطئ، تقدر الخلية عندها عدة طرق حتى تسوي تعديل وريبير. On way takes advantage of chromatin remodeling complex. شنو هذا الكروماتين remodeling complex؟ هذا واحد من الطرق. One way that the eukaryotic cells has اللي هو شنو chromatin remodeling complex. هاي عبارة عن protein machines that use the energy of the ATP hydrolysis to change the position of the DNA wrapped around nucleosome. The complex which attached to both the histone octamer and the DNA wrapped around it can locally alter the arrangement of the nucleosome in the DNA, making the DNA either more accessible or less accessible to other protein and the cells. يعني واحدة من هاي الطرق التنظيمية اللي الخلية تملكها، فشي نسمي كروماتين ريمودلين كومبلكس، عبارة عن بروتينات تستعمل الطاقة المأخوذة من الهيدروليسيز مال ATP حتى تغير موقع الدي ان اي على حسب الشيء اللي هي تحتاجه، مثلا تغير موقعه حتى ما تخلي البروتينات توصل اليه، او بالعكس تغير موقعه حتى تخلي سبيسيفيك بروتين اتراكت تو ات، حتى مثلا تسوي لي فد فانكشن محدد على حسب. Another way of altering chromatin structure، الطريقه الاخرى اللي تخلي الخليه تقدر تغير الستراكشر مال الكروماتين، تعتمد ريليز اون أو تنص على أنه reversible chemical modification of the histone thereby losing chromatin structure and allowing excess of particular nuclear protein. لا، بهذه الطريقة ما لح تسوي change بالماتل مثل الطريقة السابقة أنه التغير position مال DNA اللي سميناها chromatin remodeling complex. لا، هنا تغير الchemical structure ماتل، تسوي فد reversible chemical modality or modification of the histone. ليش؟ نفس السبب ونفس الغاية، حتى تخلي بعض البروتينات توصل إليه حتى يؤدي لي فت function معين بالبودي. تمام؟ أوكي لحد الآن. هسه كملنا من ناحية structure مال DNA، ومن ناحية المورفولوجي مالته وشلون يتكون وطرق الريمودلينج. هسه راح نجي نحكي عن method of chromosomal study. أني هذه الكروموسومات موجودة بجسم الإنسان، لازم أستفاد منها، لازم أسوي لها ستادينج، أسوي لها كاونتينج حتى أعرف إذا مثلا صار عندي فد ديزيز معين تغيرت النمبر مال الكروموسومات مالته، مثلا داون سيندروم. أوكي، هاي كلها تفيدني حتى أسوي لها ستادي حتى أوصل للدياغنوزيس الصح، تمام، حتى أعيد حساباتي وأنطي تريتمنت الصحيح. فال methods of chromosomal study هنا دي يقول لي إنه in addition to being different sizes the different human chromosomes can be distinguished from one another by variety of the techniques. إنه هي أنا عندي عدد كروموسومات بجسم الإنسان، وأنا لازم أدرس هاي الكروموسومات حتى أميز بين واحدة وأخرى عن طريق تقنيات متعددة كثيرة. هنا دي يقول لي الكروموسومز اللي هي الأوتوزوم اللي هي النوت سكس كروموسوم are numbered، راح نرقمها من 1 إلى 22 على حسب الحجم مالتها، from 1 to 22 according to their size، 1 being the largest and 22 being the smallest. Later it has been found that chromosome 21 is the smallest human chromosome.
إذا أنا راح أرقمها وأصفتها بالسرعة من 1 إلى 22، الواحد حيكون أكبر شيء وال22 راح يكون أصغر شيء. ولكن بالفترة الأخيرة وجدوا إنه الكروموسوم 21 هو اللي يكون smallest human chromosome وليس 22 على حسب الدراسات الأخيرة. أوكي. Microscopic analysis of a chromosome usually begins with cultured cell. نسوي culture للسيل اللي هي الوايت بي سي، خلايا الدم البيضاء، اللي هي تكون arrested بالميتوتيك metaphase. أوكي. By colchicine or other compound that disrupt microtubule. ورا ما سوي هذا الكالتشرينج، وهي لما تكون arrested بالميتوتيك metaphase راح اسوي لها فد بروسيسنج وستيننج، حاصبغها اسوي لها انطيها احط لها ماده صبغيه اسوي ستيننج للسيل. And the condensed chromosome of one nucleus are photographed by light microscope. وراها من اجي ورا ما اصبغها احطها بالميكروسكوب الضوئي، لما احطها تحت الميكروسكوب اشوفها ري انرينج، راح اشوفها مصفط يعني ري انرينج ديجيتالي تو برودوس في كاريوتايب. كاريوتايب يعني النوع او الشكل مال هذا الكروموسوم اللي انا سويت اول شيء كلتشر للوايت بي سي وراها عن طريق الكولتشسين. تمام. وراها حطيتها باللايت مايكروسكوب. تمام. حتى اشوف الكاريوتايب مال الكاريوتايب يعني هو الكروموسوم اللي انا شده اشوفه عن طريق اللايت مايكروسكوب، عن طريق الفوتوغرافي، احنا نقول شلون اخذنا له صوره. تمام. فراح اقدر اشوف الصفات مالته، العدد هل هو كامل او لا. تمام. زين. ان ويتش سيستين كروموسوم كان بي انالايزد. الدي ان اي هيبريدايزيشن هو احنا نقدر نقول تهجين، هيك شيء بالعربي، انه ايتش كروموسوم كان بي بينتد، يعني كل كروموسوم انا اقدر اصبغه حتى اني اقدر الاحظه. A different color using set of chromosome specific DNA molecule coupled with different fluorescent dye. فهذه الصبغات اللي راح اصبغها كل واحدة منها راح تشعب لون. fluorescent dye يعني شلون صبغ مشع للضوء. تمام. فحيكون مشع فيختلف عن اللي قبله، فاقدر اميز اني بيناتهم. This involves a technique called، هذا التكنيك اللي استعملنا به هذا الستيننج وصار عندي different colors. تمام. اللي هي حصير بيها coupling the different fluorescent dye، هاي نسميها ال DNA hybridization. Then a computer is used to arrange the chromosome in pairs. وراها راح اقدر اشوفه بالكمبيوتر انه شلون هي مرتبه على طريق على يعني على شكل pairs واضحه، ووراها اسوي لها analysis. زين. الكروموسومال باندينج هاي شنو؟ هاي الكروموسومال باندينج is a more traditional way of distinguish one chromosome from another. شلون؟ is to stain the chromosome with dye that bind certain type of DNA sequence. يعني أنا أصبغ الكروموسوم فتصبغه ترتبط في نوع محدد من هذا السيكونس مال DNA، يعني مو بكلها، مو بall sequence، لا بسيكونس محددة اللي أنا أريدها. في هذا الستينينج cause the chromosome to have dark and light cross band of varying width. فهذه الصبغة من راح أصبغها راح تنطيني كل سيكونس من هذا DNA فالثيكنس معين مال داينج مال الصبغات، فعن طريقه راح اقدر اعرف الشيء اللي انا اريد اوصله. And this can be used in addition to size and shape to help pair up chromosomes. فتشوفون هنا شلون الدايز استعملتها اني حتكون بديفرنت سايز وديفرنت شيب على عكس ديتش السابقه. وراها الكمبيوتر كان يوز تو ارينج كروموسوم ان بيرز. And the pattern that result allow each chromosome to be identified and numbers. وعلى حسب الخاصية مال كل على حسب الباترن مال كل كروموسوم راح أقدر أصفطه وأنطي الرقم مالته الصحيح. An order display of the full set of a human chromosome is called a human karyotype. إذا بنسمع human karyotype شنو يعني؟ يعني هو عبارة عن كروموسومات الإنسان مصفطة ومرتبة عن طريق الطريقة اللي حكينا بيها قبل شوية على مود أنا أسوي لها studying. فالكاريوتايبينج is the preparation and the study of the karyotypes in order to determine the chromosome number، حتى أشوف العدد مالته
السايز الحجم and the shape الشكل and to identify any abnormality and it's part of the cytogenetic. تمام؟ يعني أنا لما يقول لي أحد شنو هذا الكاريوتايبينج؟ أقول له هو الكاريوتايبينج هو عملية استخدام كروموسومات الإنسان بطرق عديدة مثل اللي ذكرناها مثل الباندينج أو الهبريدايزيشن. أوكي ليش؟ حتى أسوي استدي للنمبر مالتها للسايز للشيب and identify any abnormality وهذا جزء من السيتوجينيتيك اللي هو علم الوراثة يعني هم أستفاد من عنده بهذه الطريقة. So if part of chromosome are lost or switched between chromosomes these changes can be detected. إذا عندي كروموسوم ماكو مثلا فد anomaly صاير بالجسم الكروموسومات مو كاملة مو 22 كروموسوم كلها أقدر أكتشفها آني. And cytogenetics analysis karyotypes to detect chromosome abnormality that's associated with some inherited defect and some certain type of cancer. مثلا ممكن يكون أمراض وراثية قلنا مثل داون سيندروم أو ممكن يكون كانسر أمراض خبيثة كلها راح أقدر أكتشفها عن طريق هذا karyotyping. إذا karyotyping is the study of chromosomes in relation to its number, size, shape and any abnormality. Okay. And it's a part of the cytogenetics. هسه عرفنا شنو يعني الكروموسوم وشنو أسوي له studying. هسه حنجي على ال sorry حنجي على الانترفيز كروماتين. الانترفيز كروماتين شنو يعني؟ انترفيز كروماتين is not uniformly packed. هذا ما يصير بي packing. Instead, region of chromatin that contain genes that are being expressed are generally more extended. يعني ما يصير بها الكوندنسيشن مثل النورمال كروموسوم لا هذه ايش يصير بها هذه فدريجن من الكروماتين اللي بيها الجينز اللي صار بيها اكسبريشن are generally more extended يعني not condensed while those that contain silent genes are more condensed حيصير بيه كوندنسيشن أكثر تمام؟ thus the detailed structure of the interphase chromatin can differ from one cell to other. إذن هو يختلف من خلية إلى أخرى على حسب من مايكروسكوب لما أنا أشوفه من مايكروسكوب تمام؟ two categories of chromatin can be distinguished in the nucleus of most non-dividing cells اللي هي الخلايا الغير منقسمة إشلون حشوف الترتيبة اللي احنا نسميها الإيوكروماتين موجودة بالصورة اللي تشوفوها ودي نشوف الهيتروكروماتين اللي هو هذا الهيترو اللي هو يكون كوندنس الإيوكروماتين from the Greek word إيو اللي معناه true or normal هو visible as finely dispersed granular material in the electron microscope من أحطه بالمجهر الإلكتروني حيكون مثل المادة المحببة الحبيبية and as lightly stained يعني الستين مالها كلش خفيف lightly basophilic area in the light microscope بالإلكترون حشوفه granular material باللايت مايكروسكوب راح أشوفه lightly stained basophilic area it refers to chromatin that exists in less condensed state than heterochromatin يعني الهيترو حيكون more condensed حيكون يعني شلون حنقول بالعربي اثخن هيك شيء الكوندنسيشن مالته حيكون اكثر هذا من هو الايو اكثر من الهيترو زين الهيتروكروماتين from Greek hetero اللي هو different appears as a coarse electron dense material on the electron microscope. هو هذا يكون هيك غليظ أكثر كورس هذا منو الهيترو وهذا منو شوفوا يكون هو هيك granular هذا الإيو. فالهيتروكروماتين appears as coarse electron dense material on the electron microscope and as intensely basophilic. على عكس ذاك اللي كان lightly الإيو كروماتين هذا حيكون intensely basophilic clumps باللايت مايكروسكوب. هاي نحفظها كل وحدة صفاتها باللايت مايكروسكوب شنو سويها جدول حتى ما ننساها باللايت مايكروسكوب شنو وبالإلكترون مايكروسكوب شنو
It represents the most highly condensed form of interphase chromatin. الكروماتينات اللي هي بعدها بالانترفيز بعدها ما داخل الميتوسيس. And typically make up about 10% of the interphase chromatin. زين هسه عرفنا شنو الايو شنو الهيترو شنو الفرق بيناتهم. هسه نجي نحكي عن الريليشن اوف ذا فيميل اكس كروموسوم ويا الهيترو كروماتين. So perhaps the most striking example of use heterochromatin to keep gene shut down or silenced is found the interphase X chromosome. نشوف ال X chromosome اللي هو بعده not mitotic بالfemale mammal. In mammals, female cell contain two X chromosome. إحنا يعني females عندنا 2X يعني XX والميل عنده X واحدة وY واحدة فالميل XY والفيميل XX. Because of double dose of the X chromosome product تمام would be lethal يعني قاتل. Female mammals have evolved a mechanism for permanently inactivating one of the two chromosomes in each cell. عندها فد ميكانيزم أو فد طريقة تقدر تسوي فد inactivation الواحد من هذه التو كروموسوم. أوكي بكل خلية. At random, one of the two chromosomes in each cell become highly condensed into heterochromatin early in the embryonic development. إذن بعمل التكوين الجنيني واحدة من ذني 2X chromosome راح تكون تظهر على شكل highly condensed وحتتحول إلى heterochromatin. وقلنا إنه بما إنه الX chromosome highly lethal فإنه في الميكانيزم معينة الفيميل مامز حسوي إنه activating الواحد من ذني الكروموسومات. Thereafter, the condensed and inactivated state of X chromosome is inherited in all of many descended of those cells. فراح يصير بها inheritance تتورث. The inactive X chromosome can be seen in some cells. اللي هي من هي يعني مثلا neutrophils والbuccal cells موجودة بالbuccal area بالoral cavity and under light microscope as dark stain mass of heterochromatin. فد ماس تكون دارك ستينينج يعني الصبغة مالتها دارك معتمد نقدر نقول عليها نسميها الباربديز على حسب الشخص اللي هو اكتشفها وهذه اللي مأشرة بصورة احنا نسميها الباربديز. زين هسا السكس كروموسوم الاكس اند واي كروموسوم ار نون از ذا سكس كروموسوم. ليش؟ لانه هي اللي تحدد لي السكس ديترمينيشن هي اللي تحدد لي هل هذا الشخص ذكر أم هل هو أنثى على حسب الكروموسومات. قلنا الفيميل اكس اكس الميل اكس واي. The X chromosome was originally labeled as such because of uncertainty to its function when it was realized that in some insects this chromosome is present in some gametes but not in others. بالبداية كانوا حاطين فد علامة استفهام على X chromosome. ليش؟ لأنه كانوا يعني ما كانوا يلقوا بكل الجميز. أكو بعض الجميز ما بيها هذا الأكس كروموسوم. And in human the Y chromosome is much smaller than X. إذا من ناحية السايز الواي يكون أصغر من الأكس. And carry only a few genes of functional importance. Most notably the testis determining factor. إذا هذا الواي كروموسوم أكو بيه فد ريجن نسميها SRY sex determining factor testis determining factor. أوكي نسميها SRY. In the female, each ovum carries an X chromosome, while in male, each sperm carry either X or Y. تمام؟ يعني إحنا قلنا الفيميل لازم XX، بس الميل عنده XY. فبالسبرم عندنا X وعندنا Y، بس بالفوا ما عندنا Y بالأوفم عندنا فقط الX chromosome. And as there is roughly equal chance of either an X-bearing sperm or Y-bearing sperm fertilize an ovum. A number of female or male conception are approximately equals and in fact slightly more male babies are born than females although during childhood and adult life a sex ratio is even out 1 to 1. يعني يقول لي انه احنا مو بالسبيرم عندنا اكس واي فده يجي هذا يسوي في التلقيح للأوفم اللي هي اكس فعلى حسب ياهو اللي راح يتغلب على آخر الإكس أو الواي. إذا الواي هينتج لي ميل فالحمل الكونسبشن هيكون ميل. أما إذا كان إكس إذا حسب الواي بيرنج يعني إكس بيرنج سبيرم أو الواي بيرنج سبيرم
إذا الواي بيرنج سبيرم حينتج لي، حيتحد لي ويا الأوفم حيصير إكس واي، حينتج لي ميل ولد. أما إذا الإكس بيرنج سبيرم حيكون الناتج إكس إكس، فراح تنتج الفيميل، يعني بالحمل حتكون فيميل. فعلى حسب يعني عن طريق هذا الشيء إنه تتحدد السكس، يا أما ميل يا أما فيميل. لهنا نكون كملنا محاضرتنا لهذا اليوم. إذا ما فهمتوا أي شيء أو إذا واجهتوا صعوبة فهم نقطة محددة أو شيء تقدرون تستفسرون، وإن شاء الله ما قصروا إياكم، وبالتوفيق لكم جميعا يا رب. شكرا لكم.